أروع ملاحم البطولة والاستبسال يسطر هؤلاء الأبطال في ظل غياب وسائل الإعلام، لتنفرد قناة بلقيس بتغطية الأحداث في الميدان. هذا هو الحال في جبهة كرش، صمود وثبات وعزيمة وإصرار في دحر ميليشيا الحوثي وصالح من التخوم والجبال وتلال وتحقيق النصر من موقع لآخر حتى جبال مران بحسب قولهم. تقدم نحو منطقة أو مناطق القريبة التي هي مطلة على يعني الشريقة من الجهة الجنوبية. خلال ساعات سيكون بيد المقاومة الشرعية. يحق للجيش والمقاومة في المناطق الجنوبية أن تفخر بنفسها، فملاحم البطولة التي تسطرها في جبهة كرش لمواجهة صف الإنقلابيين جعلهم يوحدوا قواهم ويرصوا الصفوف ويشدوا العزيمة. تقدم يعني تقريبا أكثر من 2 كيلومتر، والآن هم بدأوا يسيطروا على ما نسميش نحن، بدأوا يسيطروا على هذا الاتجاه الميمنة والحمد لله، والآن مستمرين من الوسط بالتقدم والحمد لله، إن شاء الله ستكون الأمور طيبة. وكان قرارهم الوحيد ألا مكان لميليشيات الحوثي وصل على هذه الأرض الطاهرة، فكان لهم ما أرادوا وحققوا نصرا من خلال سيطرتهم على روني وتل الحويمي والحصحص وجبل الرزينة المطل على قرية قرنة، ليبقى بعض الكيلومترات لمنطقة الشريقة ومنها إلى تعز. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.